يديه في نهاره ان شاء الله. بان احنا بحال اليوم احنا الدنيا عندنا خاوي اللي جا اول حاجه اللي غيتسبق القنطار واصل دابا من المينيمو المينيمو من 10 ونص حتى ل 15 ونص اللي واصلين دابا على اعلى مرتفع قصنا دابا هي 15 و300 باش ما نديش التقليد ديال تاني واحد اللي تيعطي جات من بلاصه كاع بعيده ان شاء الله ما كاين لا ما سخون لا حتى حاجه الصلاصون ديالها هو هنايا زعما ولا ريحه جافيل ولا الكالكير ولا شي حاجه خدمي احنا الماء ديال البير. اخوان السلام عليكم. بالنسبه اليوم المعنصره اللي عندنا وهي معصره حسن اقربان اللي كتواجد في تاكزيرت، يعني الا كنتي غادي مبني ملال وصلتي لعند القنطره الكبيره اللي كاينه اللي ديال اشراح اللي على الطريق كتصيب المعنصره. اول طريق كتصيبها على اليسار وكتمشي مع داك الطريق كتصيب المعنصره يعني داخله وسط الزيتون. يلا واللي بغى راه غنخلي التليفون ديالو راه كما ظاهر على الشاشه دابا حاليا يتواصل معاه ويسولو ويشوف واش يعني الا بغى يطحن شي واحد الزيت مثلا تيسول قبل تيعيط لمول المعنصره وتيقول لي راه بغيت نجيب واحد السلعه واش كاين الوقت ولا لا، ماشي حتى تيجي لعندو ويصيب المعنصره عامره. يلا خليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم، ما تنساوناش ديما التعليق وبشي لايك باش يشجعنا اكثر ونديرو فيديوهات اكثر ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي داير بخير؟ مرحبا والف مرحبا. قربنا شويه من المعصره اللي عندنا. مرحبا، هذه معصره معصره حسن اقربان لزيت الزيتون والعسل الحر لانتاج والعسل وتسويق زيت الزيتون بقريه تاكزيرت قريه ديال اقربان. شنو نقول لك؟ مع حيت الانتاج ديال الزيتون هذا العام شويه هو غادي ان شاء الله في الموسم ان شاء الله في البدايه ديالو، وان شاء الله كل شيء ان شاء الله على احسن ما يرام. الزيتونه هو ان شاء الله كاين. كيدير الزيتون هذا العام وشحال بادي دابا حاليا؟ بادي دابا حنا الزيتون ان شاء الله بادي عندنا حنا ان شاء الله 140 ريال حتى 180 ريال، كاينش الفرق. كاين الفرق. بحال دابا هذا شحال تباع اليوم؟ هذا تباع اليوم 150 ريال باش شريته انا. 150 150 ريال كذبوش على الله. هذا بوريحي ولا؟ لا هذا فايت جنان مسيوس وملقطي منه مولين جنان نيت. يعني ولكن الثانيه الثانيه ولكن هذه الاولى تتسمى هذه الاولى ديالو بينه زيت الزيتون هذه ديال مولاها انه ما شاريش بعدو الثانيه مولاها بغا يطحنها كاينه ثاني هذه مولاها تو بغا يطحنها بينه زيت كحله هذه جات من بلاصه كاع بعيده ان شاء الله هنا راه واحد 20 كيلومتر ولا 15 ديال الكاريه ما مقدش كل جنان واش تعطي كاين اللي عنده شجر صغير خلفه جديده تيعطينا ديك شحال دابا تيعطيكم دابا من الزيت القنطار هنا القنطار واصل دابا من المينيمو من 10 ونص حتى ل 15 ونص اللي واصلين دابا على اعلى مرتفع قصنا دابا هي 15 و300 باش ما نديش التقليد ديال تاني واحد اللي تيعطي ولكن كاين اللي ما تيعطيش بانه ما تيوصلش تيوصل ما بين 10 ونص للفوق 13 12 ونص طر اكنيك اخر ما مقادش من ما عرف الزيتون دابا على حساب البلايص ديالو بحال هذا وصلنا به حتى 13 ونص 14 هذا بحال هذا طحنتيه البارح طحناه والبارحين شي 3 ايام دابا ربي هذه وطحنا اخرى اللي حناها اليوم شحال عطاكم قلتي؟ عطانا 13 ونص للفوق 13 ونص للفوق دابا بالنسبه بغيت نسولك دابا جا شي كليان وطحن عندكم هنايا مرحبا ممكن يدي السلعه ديالو في النهار يجي ندبروا لي كان دي السلعه هو شي بلاصه جاني جنان ديالو ولا شراها من شي جلسه ولا شي حاجه يجي يوقف على سلعته كيدوز من اول مرحله حتى اخر مرحله ويدي زيتو في نهارو يدي في النهار ديالو في النهار ديالو الناس بزاف دابا تيجيو تيقول بغيت نتقداو الزيتون ونطحنوه واش ممكن نديه في نهاري يديه في نهارو ان شاء الله بان احنا بحال اليوم احنا الدنيا عندنا خاوي اللي جا اول حاجه غيتسبق بان لي اليوم المعنصره دابا خاوي شويه باقي الناس هنا الفلاحين الزيتون تبارك الله حداك هنايا باقي واقي باقي بالله ما تيسوسوش باقي ما مسيوش والفلاح باقي تيتسناو التسوق شويه يطلع شويه والثمن شويه يزيد شويه لقدام هذاك الشيء مرحبا شتي تسناو فيه حتى تيطيح من الشجر ولا؟ لا هو دابا خصهم الله يبارك هادي يلاه طحنات يا الله طحنات هادي ديال البارح شحال دايره بالنسبه للزيت هنا عندكم 90 درهم ولكن روح الزيت تاكزيرت تاكزيرت سير الشراء مليح اي
المعنصره اللي عندك هنايا هذه منها هذه المعنصره كاينه ان شاء الله في قيربان اتجاه في قريه ديال تاكزيرت معصرات حسن اي قيربان لزيت زيتون الحر. عندكم العسل و كاين حتى العسل واه ضروري. وهنايا كما تنقولوا هذه يلاه مطحونه الحجره يلاه وقفات الحجره ديال الثلاثه شحال هذه من طون دابا هذه؟ هذه راه تقدر تضرب حتى 20 18 طون 20 طون في 24 ساعه ديالها اللي كطحن واه والصرف والفوق وشحال كدير ديال الوقت طحنا؟ كل طحنا وطحنا عول على ساعه ديال المكانه حتى ساعه وربع الا كان الزيتون رقيق وخضر ونقولوا حنا كنقولوا حنا قاسح تيضرب حتى ساعه ونص عاد تنهبطوا للمالاكسون عاد تيمشي في مصاور في مصاور ديالو يلا مطحون هذه هذا فطور هذا ما بقاش فيه دابا هذا صافي داز من البريصه ديالو خرجت من الزيت المرجان دابا هذا يمشي يتلاح مع الفطور اللي نسولك دابا شحال محتوي دابا مول المعصره راه تيستافد مول الفطور ودي شنو نقول لك مول المعصره دير الربح ديالو هذا الفطور هذا كامل في المعصره باش نهضروا على هذه النقطه هذه لقاش الا جات هو ما جاش ماشي 10 دراهم الكيلو ديالاش ديال الخدام ديال الضو ديال الماء ديالاش تتباع دابا هذا دابا تتباع دابا 8 دريال 7 دريال الكيلو لحد الان اللي كاينه دابا من بعد الله ما نعرف انا تا الله جديد انا ما نقدرش نقول مثلا نعطيك ديال الفيطور والله ما نقدر نقول لك لا ما عمري ما عمري عبرتو انا داخل الميدان جديد ما نقدرش نقول لك هذاك الشيء دابا اللي عندك كل شيء جديد لا جايبين الماتيريال ان شاء الله نقيته حنايا مدخلينه من برا وصل بالضغط هنا عندك كاينه حتى تلت كاينه 400 البرايس ديال 400 يعني اللي واصلين لهم ما بين 300 لكن 300 و 350 و 400 حنا عندنا اكبر بلايص اللي كاينين هما النمره ديال الفوق راه 400 البيكا البي 400 هذه هذه بريس نيوم ما تيبقاش فيها الكشكوشه وخارجه من من المصاور الله يجازيك بخير هادو السوارج اللي تيكون ان شاء الله فيهم الزيت نوما هنايا هذاك السيتيرنات من الفوق انستالاسيون تتحبط الزيت للشاريج من الشاريج تنهزو بومبا السيتيرنات الفوق تترتاح تترتاح بعدا الزيت تعدم فوق واحد ساعتين كتخدم الفلتر ضروري اللي ما بغاش الفلتر مثلا لا ضروري كلشي تيدوز دابا الفلتر ما عندناش ديك الطريقه القديمه ديال اللي بغاه اللي بغاه ما كاينش كي نديرو ليها ما نكذبوش عليك باش ما يلوحنيش شي واحد في شي ضغط اللي ما نقدرش عليه بان كلشي ندوزو من الفلتر علاش؟ لان الفلتر ما قاعديش الشوارج اللي غنبقى نصفي من واحد لواحد وغيطلب ليا بزاف ديال الوقت الا جوني على جوج طحنات بغيت نصفي الفلتر خصني نحبس النهار كامل تيتصفاو هذوك ها معقول دابا باش نكونوا صراحين نقول لك ليه كاين وغادي يجي واحد يجي 20 كليان عندهم 20 طحنه في النهار ولا 15 طحنه في النهار خصو ضروري يطلع هذا ما تيصفيش بزاف ولا عنده لا تيصفي عادي 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 بحال اي فلتر تيصفي لا ما كاينش ما دايرين فيه حنا الماء بارد ما كاين لا ما سخون لا حتى حاجه الانستالاسيون ديالو هو هنايا ديال الماء سخون محيدينو ليه عندنا ما عادي اللي تنخدمو ليه هو هذا الماء هذا ديال البير باش يتصفى ما مخدمينش حنا حتى الماء ديال لونيف زعما ولا ريحه الجافيل ولا الكالكير ولا شي حاجه لا مخدمين حنا الماء ديال البير والحمد لله والزيت وبرامل ديال الناس وسلعه الناس راه كذلك تتبقى ها هي هنايا لتحت لانه زيت الحمد لله في جوده لانه الحمد لله هي جودة ان شاء الله زوينة اللهم بارك ونطلبوا ان شاء الله البركة من عند الله ان شاء الله ايه ديك بومبا ديال سميتو يعني تقريبا اول عام اول عام انا غادي نبدا انا بادي جديد داكشي باش الماتيريال كله جديد الله يجازيك بخير لا كاين التيسع الحمد لله اللي حنا على استراتيجي التيسع بانه معصره خص يكون عندها التيسع الزيتون هنا كثير هاي كثير الزيتون الله يجازيك بخير بالنسبه للاخوان ها التليفون ديال الاخ ممكن تقول التليفون 06 33 35 66 40 في واتساب وكل شيء يعني عاوصل عند القنطرة عند القنطرة لا كتجي على الزنقة الأولى على يدك اليسر الأولى على اليسر أي عاد تفوت القنطرة على يدك اليسر الزنقة الأولى تهبطنيش عليك قلت لي معصره ديال الحسن يقول لك سيدي القدام شكرا مرحبا والف مرحبا الله يجازيك بخير ونشكرك بزاف الله يرحم الوالدين